يا هلا ويا مرحبا ويا سهلا في كل اللي تابعونا في قناة روتانا خليجية. يوم جديد، حلقة جديدة، مواضيع راح نستانس فيها، خصوصا موضوع بداية حلقتنا لليوم اللي حناخذ ونعطي فيه، واعتقد حنختلف كثير. امسي عليكم بالخير واقول لكم استمتعوا واستانسوا معنا في بداية الحلقة، وايضا امسي على زميلتي لمياء. هلا وسهلا، مساء النور عليك تراد، اكيد ومساء النور على كل اللي تابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم لليوم من برنامجكم اليومي، برنامج ساعة شباب اللي بيكون معاكم دائما وابدا من الاحد الخميس من الساعة 4 أكيد للساعة 5 بكل فقراتنا المختلفة والمتنوعة كمان، والأخبار اللي بنقدم لكم هي من حول العالم، ساعة كاملة بنقضيها معاكم بكل حب. جميل جدا، وبكل حب لابد أنه إحنا نتعرف على أصدقاء حياتنا ونعرف مين يكون صاحبنا صديق فعلا بمعنى الكلمة. أوقات كثير بنقابل شخصيات ما عارف نتعرف عليهم من خلال هذه المعرفة وخلال المواقف، نعرف إذا كان صديق أو لا، إلا ما يتعرف على هذا الصديق الجيد اللي فعلا يكون صاحبك في السراء والضراء. ديك الساعة نقدر نحكم وناخذ ونعطي في موضوعنا، وتحديدا حنتكلم على نقطة معينة في خلافات توجد بين الأصدقاء أوقات، خصوصا تراد لازم نذكر أنه نحن في زمن نادر فيها الصداقة، وكمان نادر أنك تلاقي الصديق الصدوق اللي يكون معاك دائما في السراء والضراء، خصوصا للأسف عند البعض مسألة تقدير الصداقة بتكون ناقصة جدا، ومو الكثير اللي بيقدروا الصداقة هذه. فنحن طرحنا سؤالنا على هاشتاغ ساعة شباب على تويتر، إيش هي ممكن الأسباب اللي تخليك أنك تختلف مع صديقك أو تقطع علاقتك فيه؟ عشان كذا نحن طرحنا السؤال ونبغى نعرف إيش هي هذه الأسباب تحديدا، وخلونا نروح نشوف الردود. طيب أول رد معانا حيكون من رورو العتيبي، تقول الكذاب والخيانة هذول اللي يخلوني أقطع علاقتي فيه، ومساكم خير. واضح جدا، كذب والخيانة واضح. ما هتقول إذا خان الصداقة بالجفاء والكذب وكلام القفا، طبعا أقطع علاقتي فيه وماني خسرانة. أكيد ما أنت خسرانة يا مها. بوح تقول اللي تخونني وتحب عفوا وترحب بي قدامي من ورائي تطعني بظهري، ولما اهتم باحواله وانا اكون اخر اهتماماته وتكون مصلحجيه وباقه ورد لكم، اي باقه لونها اورنج من الزعل. اروى الزبير تقول اذا ارتد عن الاسلام، هنا في هذه الحاله الوحيده اللي تقطع علاقتها بصديقها. طيب المها العمود تقول اللي تخونني وتقول قدامي كلام من وراي كلام وتنقل عني كلام انا اصلا ما قلته، يعني بين قوسين قالت كلام، وتكون استغلاليه تقريبا نفس كلام. اكيد البنات في عاده كثير نفس من هذا نفس النقاط نقل الكلام. يا صح. كان اسمي لبنى تقول سؤال محير جدا، وكمان اللي محيرني اكثر اني نفسي اعرف اسمك يا كان اسمي لبنى، ممكن اذا شعرت انها راح تضرني اكثر من نفعها، مثلا متشائمه سلبيه الخ. ايوه الاشياء يعني اللي تاثر عليها. على فكره انت قلتي بس البنات نقالين كلام، لا على فكره في شباب للاسف الشديد عقلهم صغير نقالين كلام. حنتكلم مع مجنونه ساعه شباب. يا هلا وسهلا، الله يحفظك يعطيك العافيه. تقول اقطع علاقتي مع صديقاتي اذا مزحت معايا من المزح الثقيل او من العيار الثقيل، واذا سويت فيك مقلب وضحكت صديقاتي الاثنين تحياتي. يعني لا انا مو معاكي ابدا، مو معاكي، يعني هذه اسباب ممكن نتغاضى عنها، يعني بتمزح البنت مو قصدها. الصداقة من اربع اشخاص فيها مشكلة يعني في النهاية تقطع علاقتها على طول، حرام. وفاء تقول الكذب انها تصدق كلام الناس لما يتكلموا علي. الله عليك يا وفاء، بس يعني هذه مو صديقة صديقة، هذه معرفة على ما اعتقد. ايوه رابح يقول اذا اهتمت وسوت كل شيء بعدين، إذا اهتميت وسويت كل شيء بعدين يسحب علي وفجأة اكتشف أني آخر اهتمامه وعلى الدنيا السلام بكبرها. والله مكبر راسك يا رب. طيب سماهر علي تقول إذا كان مصاحبتني عشان مصلحة وتحاول تقلل من قيمتي قدام الناس وتغتابني وقدامي أحلى منها ما في، وقتها أتحسف على كل لحظة معاها. حلو يا سماهر. صدى الصمت تقول أقطع علاقتي إذا صار طبعه يختلف عن طبعي إذا غير الزمن أو صار عنده رفقة سوء، يعني بالمختصر أفقد الثقة والصراحة. حلو. ران لمية تقول إذا تخلت عني بأصعب الظروف، وإذا كانت منافقة معي قدامي شيء ورايا شيء، إذا أعطيتها سر بحياتي وثقت فيها ونشرته. يعني ردين ذكرت كذا نقطة جدا مهمة في الأصحاب. أعتقد البنات يعني متفقين على كذا نقطة. الشقردية تقول لا في بشر فاهم الصداقة غلط بذا الوقت، يبون كل وقتهم لهم ويتحكمون كأنك ملك لهم. أبكي ذي مو بصداقة ذي نشبة، وأكره اللي كذا
وابعد عنهم والله فصلت ليه معصبه يعني ابعرف طيب. ليش معصبه شقرديه يعني في نقاط هي البنات غالبا بيطيحوا فيها. انا حتكلم بشكل عام والله انه لانه يعني ترى مو بس البنات حتى الشباب ممكن الشباب كتب يعني ما كانوا صريحين مره بزياده كتبوا اشياء عامه لكن فعلا القال والقيل ونقل الكلام اعتقد عندكم وعندنا برضو لكن ما هي بكثره. انا نفسي والله لمية لما الشخص يكون صديق يعني صديقي جدا مهما كان صديقي مهما كان صديقي عندي خطين حمراء كرامتي واهلي هم الاثنين اللي ما اقدر اسامح فيهم. يعني ممكن تقطع علاقتك فيهم بخصوص كرامتك بس اتوقع انه الاصحاب ممكن انهم ما يقربوا من كرامتك وبالعكس يحطوا لك لا يعني في 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 مواقف بيننا احنا الرجال يعني الكرامه لابد تكون يعني عزه النفس والكرامه هي رقم واحد انا بالنسبه لي واكيد اهلي يعني ما حد يتعداهم ولا باي شيء هذه خطين حمراء يعني ابعد عنها تسلم. انا ما اعرف ايش في بالك انت قلت لي لا انا في اشياء كثير ممكن تخليني اقطع علاقتي ب الأصحاب منها الكذب والخيانة هذه الاثنين أنا مستحيل أسامح فيهم الكذب والخيانة الكذب والخيانة والاستغفال كمان هذولي اللي مستحيل أسامح فيهم ما تخيل أنه خلاص مستحيل أرجع أصلا للشيء أو أرجع للصاحب بمجرد أنه كذب كذبة واحدة مستحيل أسامح لأني أشوف برأيي وبنظري أنه ما في أي مبرر أنك تكذب على أعز صديق عندك أو أعز إنسان في حياتك أنت وثقت فيه وأعطيته كل شيء واستأمنته على أسرارك مجرد انه كذب عليك يعني خلاص انا معاك. شوفي الكذب طبعا هو مره الواحد ما يطيق الكذب بس اوقات يعني دام انه صديقك او صديقتك جدا يعني اكيد ما راح يكذب لمجرد الكذب يعني انا على ما اعتقد انه اوقات الصديق جدا اللي يكون قريب منك حيكذب عليك لغرض في لمصلحتك يعني ما حيكذب عشان مصلحته اذا كان صاحبك جدا يعني حيكذب عشان مثلا ما تاثر نفسيا في حاجه معينه او حاجه بعد كده طبعا حيقول لي يعني ترى كذبت عليك في الشيء الفلاني عشان كده. طيب هو قال لك بعد ما كذب عليك طيب سو ما في مبرر انه يكذب عليك في البدايه لا اوقات في احداث نحتاج انه خصوصا انه صاحبي جدا يعرف نفسيته يعرف حاله مشاعره ويعرف انا ايش يزعلني وايش يبسطني فاوقات لما يكذب عليك كذبات بيضه يسموها وانا صراحه اؤمن فيها لانه فعلا يعني الحياه دي مشاعر والانسان عباره عن مشاعر واحاسيس فاوقات لازم يعني يكون معي شخص ذكي اللي يتعامل معي بذكاء مع شخصيتي مع مشاعري مع احاسيسي عشان كمان لا اتاثر. ممكن هذه النقطه البسيطه اللي اختلف معك فيها طب بس انا ابغى اسال راي العنود ايش الشيء اللي يخليك تقطع علاقتك باعز صديقه لك الخيانه كلنا والله الخيانه ايوه معي صح. يا عنود خلينا نكمل باقي الاجابات اللي جاتنا اليوم ونشوفها. طيب ريهام تقول أشياء كثير بس بالنسبة لي الخيانة والغدر أو إنها تستغفلني هنا أدوس على كل شيء. الله دوية. أحمد فخرجي يقول النفاق قدامي صديق ويسوي الخير ومن ورايا شخص ثاني تعتبر هذه طعنة قوية في ظهري وتحياتي الثلاثي ساعة شباب TLC يعني ماركة صرنا باختصار. طيب سماهر تقول لو اكتشفت انها اغتابتني ساعتها راح اندم على كل لحظه من عمري عشتها وياها ويسعدني مساكم. لا سماهر ما يحتاج تندم على فكره في يعني الناس تروح وتجي ولا والحياه محطات يعني في الاخير بتتعلم منها يعني بتتعلم وتستفيد من هذه الخبرات تتعلم من الناس هذول صحيح. اي ميدو تقول اذا اهتميت وسويت وقدمت كل شيء وبعدين تسحب علي واذا ما تقدر الصداقه ويصير كلامها واسلوبها كله تجريح. حلو طيب امتاز تقول ثلاثة من أعز صديقاتي واحدة منهم صديقة الطفولة اتزوجوا وسحبوا علي وغيروا أرقامهم هنا مو بس سلام على الصداقة سلام على الدنيا بكبرها. حقيقي هذا الشيء كثير البنات يعانوا أيه. انه البنات بمجرد انهم يرتبطوا او يتزوجوا ينسوا كل مو ينسوا يشوفوا نفسهم على صحباتهم. اما صبية حزيران تقول شعور غبي لما اهتم بصديقة وفجأة اكتشف انه مو بس اخر اهتمامها الا مو في قائمة اهتماماتها ابدا هنا تحس انه الطيبة كثير توجع. بس الاهتمام هنا يعني المفروض يكون متبادل يعني ما حد يعطي اهتمام الا اذا لقى شعور متبادل من الاخر من صديقه الاخر يعني ما راح كمان تعطي ترمي نفسك حلال حرام على الشخص. زي ما قلنا في البدايه وفي حلقاتنا السابقه انه الاحترام دائما بيكون شعور متبادل طبعا ايوه. طيب افنان تقول اذا انقلب الصديق الى عدو احذر صديقك ألف مره عدوك مره
فالصديق هو الشخص المطلع على أسراري فعلا وأحوالي فعلاً. وأشكو له همومي وأحزاني، أكيد ممكن أستغل نقاط ضعفك هنا ونقاط ضعفك صح؟ بالضبط. موني تقول إذا ما تقدر إذا ما تقدر مشاعر الناس وتجرحهم من دون ما تفكر، وإذا مكبرة راسها وتقول هم اللي يجوني أنا ما أجيهم، هنا سلمي لي على الصداقة وتوكلي على الله. والله سحبت عليهم كلهم، دقنا أقطع العلاقة إذا عرفت أنها كانت مصاحبتني عشان مصلحة وكذابة، وهذه النوعية الصراحة ما تستحق الاهتمام للأسف. طيب أحمد يقول إنه قدام وجهك يسوي إنه يحبك وإنت عز صديق عندي، وأعتبرك زي أخويا، وهو أصلا من وراء ظهرك ما يطيقك ولا يبغى يشم ريحتك ويطعن فيك. هذه الأمور أحسها كثير طرات في الشباب. أيوة يعني أوقات صح. آر تقول تكذب علي أو تصدمني بعملة عمري وما توقعها منها، طبعا ما تقدر مشاعري، سؤالي حزن، تحياتي لكم. في مشاعر متلخبطة هنا من آر، يعني جابت من هنا وهناك. أوكي. مريم تقول واحد تخبي علي شيء تعرف أني محتاجته وكله عشان ما أكون أحسن منها زي الشغل، وللأسف صارت وتعزمني لعندها ولا تقدر جيتي لها وكمان صارت. أهم شيء مريم قطعت علاقتك فيها ولا مشكلة؟ لا مشكلة. أيوة هنا لازم يصير في حزم في القرارات. طيب عندنا طوق الياسمين تقول ماكو شيء محدد بس خيانة الصداقة تستوجب قطع العلاقة، مثلا إفشاء السر أو الجلوس مع ناس يتكلمون عني بسوء بحضوره وماكو صداقة بهذا الزمان. طوق الياسمين أنا أحترم رأيك جدا وشكرا على نقطتك الأخيرة، ماكو صداقة بهذا الزمن. أوقات فعلا نقدر نقول هذا الشيء. إحنا بس مشكلتنا إحنا ممكن إحنا قلنا كلام كثير ونقاط كثيرة تزعجنا في الأصدقاء، لكن نرجع خطوتين وراء، هل فعلا الناس اللي احنا تكلمنا عنهم فعلا اصدقاء بمعنى الكلمه؟ احنا دائما نخلط ما بين الصداقه والمعرفه. ممكن يكون انا مثلا عندي معارف جدا كثير وعندي ممكن صديق او صديقين فقط. يعني خلينا كمان نستوضح اكثر، يعني الناس تعتقد انه الصداقه مجرد ما انا مشيت معك كم يوم خلاص صرت صاحبي. لا، الصداقه بيكون عندهم اختلاط في الأمور. ايوه هي معرفه، هي المعرفه حلوه طيبه، الواحد يعني يحتاج هذه المعارف، لكن الصداقه فعلا الصديق لازم تختبره مره واثنين وثلاثه، وما ينعرف الصديق الا على مر السنين، والصديق ما ينعرف الا في السفر. هنا تبان الطباع وتبدا تطلع كل المشاعر الحقيقيه ويبدا المستخبي يبان على قولهم. صحيح اكيد. وطرات في النهايه يعني ما نختلف انه اغلب الردود اللي اتفقوا عليها كل اللي شاركونا ردودهم على تويتر الكذب، الخيانة، الاستغفال، وعند الشباب بيقولوا انه قدامه بيكون شكله من وراه شيء ثاني وشخص ثاني. هذه موجودة ثاني في المجتمع تماماً. موجودة كثير. أيه. وحس بين الشباب اكثر واكثر، يعني هذا الشيء اللي بيعانوا بالضبط. بيعانوا الكثير منهم خصوصا بين الاصحاب، انه ليش قدامي بشكل ومن ورايا بشكل ثاني، بتتكلم عني في ظهري. فهذه الامور عموما امور اللي ممكن انك تقطع علاقتك بصديقك بتكون كثيرة ومزعجة أكثر. بس نحن نقول لكم أنكم حاولوا تتمسكوا بالصديق الصدوق، لأنه نحن في زمن حقيقي نقدر نقول أنه قلت فيه الصداقة والمعنى الحقيقي للصداقة. أنا بس بقول آخر شيء، أنا عارف نحن نطلع فاصل عنود، الله أنا عارف أنا أحتاج صديق الصدوق على قولك عنود، بس نقطة ذكرتيها مرة جيدة أنه قدامك شيء من وراك شيء. إحنا لا نتوقع من الناس الكثير يا جماعة الخير. صح. يعني لا نعشم نفسنا وبعدين نقول والله هو طلع ولا هي طلعت، لا. يعني إحنا كمان نكون أذكياء في التعامل، ولا يعني نحاول نعرف إيش طبيعة هذا الشخص، إيش بيئته، كيف تربيته، كيف علاقته بأهله، هل هو فعلا يعني حيكون صادق معي ولا لا. وفي النهاية ما نحسن ما نحسن النية وما نحسن الظن في الجميع، لأنه ممكن تختلط هنا طبعا عندك بعض الأمور. عموما مشاهدينا هذا كان سؤالنا في هاشتاك ساعة شباب، أتمنى أن يكون عجبكم وحقيقي يعني طلع مشاعر كثيرة لمسناها من خلال ردودكم اللي كانت معانا على الهاشتاك في تويتر. فقرة ساعة شباب مكملة أكيد، وأترككم بعد الفاصل مع تراد وريما. ونقول لكم مساكم الله بالخير لكل من يتابعنا عبر شاشة روتانا خليجية، ووصلنا معاكم وبنكمل معاكم باقي فقرات برنامج ساعة شباب. وصلنا معاكم الحين لفقرة فكر شاب أو فكر الشباب والشابات، اللي من خلال هالفقرة نحاول نعطيكم الأفكار الإبداعية اللي تظهر من شبابنا وشاباتنا، ودائما نشوف هذه الأفكار تكون إنتاجها موجود في أرض الواقع. طبعا ضيفنا اليوم هو شاعر وكاتب، من خلال معاصرته لأحداث إحنا
بنعيشها كل يوم له عدة دوانين ومؤلفات من خلال هذه الأحداث راح نتعرف عليه أكثر. محمد البكري مشرفنا اليوم، يا هلا وسهلا. الله يخليك، كيف حالك أبو أحمد؟ إن شاء الله طيب. عمرك طول عمرك. طيب. أنا اللي أتشرف فيكم. لا أبدا، عاد نبي خاطرة بعد شوي أنا وتراب. لا أنا ما أقول خاطرة. طبعا أنت أكبر يعني إن شاء الله، بسم الله عليك، بس يعني ها عشان يكفي على قد البرنامج. خاطرة بداية، يمكن البدايات هي طبيعي. طيب بما أنك بديت في طاري البدايات، طبعا نقول لك ما عرفنا نقول لك الشاعر محمد، نقول لك الكاتب محمد، إن شاء الله مبدع في كل محمد البكري وحطني نقط. والنعم فيك والله محمد. طيب محمد، يا ريت تعطينا كذا خلفيه، بما ان بدينا بالبدايات تعطينا كذا شلون بديت، ليش مشيت في هالخط؟ المجالات ما شاء الله واسعه كثير، وانت اخترت مجال الكتابه والشعر تحديدا، شلون كانت البداية؟ عاده هي الامور اللي زي كذا ما تكون باختيار، هي موهبه الله سبحانه وتعالى يعني يرزق فيها الشخص. والقرآن الكريم يقول لك أما بنعمة ربك فحدث. الموهبة اللي تكون عند الشخص سواء كانت كتابة سواء كانت رسم أو آخر، هي موهبة معطاة للشخص، هذا وظيفته هو يقدمها للناس بالصورة الجميلة المطلوبة اللي المفروض أنه يمثل فيها نفسه ويمثل فيها الإبداع. الناس وتقبلهم لإيش يقدم هو، هذا اللي بيحصله من مادته، التجارة حقت المادة اللي بيقدمها، الريع حقها هو قبول الناس. جميل جميل. طب متى بدأت انت الموهبة هذه تقريبا؟ هو زي ما انت قلت قبل شوي، قلت كاتب وشاعر، فهي كل واحدة منها كان لها قصة، ما بقول هي قصة، عمر تقريبا شيء زي كذا. اذا كانت تتكلم عن الكتابة مقالات والآخرين تقريبا من 16 سنة يعني، ما شاء الله. بدينا النشر من ايام كنا طلاب بالمدرسة. كشاعر؟ كشاعر سبحان الله اكتشاف الموهبة كان بالمصادفة في آخر 8-9 سنوات تقريبا. ولكن أنا من الناس اللي يقول الشاعر ما تقدر تقول أنه بدأ من وقت فلاني إلى الوقت الفلاني، الشاعر كل يوم تلاقيه يتجدد، تجربته تنضج بشكل يومي عن الأكثر. ككاتب أنت لسان حال المجتمع قاعد تمثله نثريا، بينما الشعر موضوع ثاني، الشعر يشابه الصورة اللي لها ألوان وأشياء جميلة، ويعني زي ما تسمع بالوزن الشعري هو دائما يعتبر مثل البرواز للصوره هذه على اساس يطلع بمنظر حلو. طب انت محمد تشوف، بما انك انت اخترت يمكن الاثنين اللي هي الكتابه والشعر، اخترت هو مو اختيار، لا ما له دخل بالاختيار، بس انا اقول لك شغله، كيف ممكن انك انت تختار في يعني في بعض الناس عندهم سبحان الله اكثر من موهبه، صحيح، بس دائما تلاقيه هنا يبغى يبدع في واحده على اساس انه يمشي فيها ويستمر عليها ويستمر على اساسها وينتجها. هو مو انه يبي يبدع، هو سبحان الله الابداع عنده يكون. اي طبعا هو، بس انت لما يكون عندك اكثر من شغله موجوده في 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 من المواهب اللي موجوده عندك، يعني انت عندك الحين مثلا موهبتين، فممكن انك انت لو مسكت مسار معين او تخصص، شكرا طلعت تخصص هنا، ممكن انك انت تقول لا انا بمسك مجال الشعر وبستمر فيه على اساس انك انت تعطي كل الطاقه. فهذا يمكن من الصعب ان الواحد يختار بهذه الاشياء عاده. ليش؟ طب انت بما انه من الصعب كيف قدرت توفق بين الشعر والكتابه ولانهم قريبين من بعض؟ هو الامر بكل الاحوال، انت لما بتتكلم عن الكتابه كمقالات مثلا، كمقالات انت تتكلم بالعقل الواعي، موضوع معين لامسك في الشارع او الاخر بتكتبه بطريقه نثريه، موضوع حدثي، موضوع نثري بتتكلم فيه عن لسان المجتمع وغيره. بينما الشعر هو الهام، شيء فجاه كذا بينزل عليك، لو ما تلتقط لحظته وقتها يروح ما عاد يرجع. طبعا هي من الصعب انه الهام على قولك، خلاص لازم توثق الحدث على طول، يا انك توثق ولا خلاص يروح. طب انا بسالك محمد، الان ما شاء الله عندك كثير من الدواوين والمؤلفات، بس تقول لنا عليها، تحدثنا عنها كذا سريع. هي ثلاث كتب. الكتاب الاول كان تفاحه السرطان، هو عباره عن نثريات شعريه خاص من تحت الهواء، قلت لقيت صعوبه انك تلاقيه ما شاء الله حاليا انتهى تقريبا، هو له 3 سنوات، صادر من 2012 تقريبا. بعده صدر كتابين، ديوان شقيق الماء وديوان بعيدا عن الحزن، وفي كتاب ان شاء الله رابع، مجموعة قصصية يعني. اوكي هذه بدراها انا عشان ارجع لك في اللقاء الثاني ان شاء الله ونشوف يا انا ينتج. طيب محمد، انت طبعا من اشهر القصائد اللي انعرفت عند الجماهير ومحبين القصائد، وحتى اللي ما يحبون القصائد، يمكن هذه القصيدة لفتت انتباه ناس كثير لانها تحكي قصة او تمس ناس معينة، اللي هي كانت تحت عنوان قصيدة مريض اورام، اللي موجودة في التفاح، في كتاب تفاحة السرطان اللي ما لقيته ما شاء الله خلص من السوق. هو مو متواجد، لكن قصيدة مريض أورام هي ممكن زي ما تقولين إيجاز للكتاب هذا كامل.
يمكن الكتاب كتب بطريقة مختلفة شوي عن قصيدة مريض أورام. أنا يمكن طبعا ما صعب أني أقول أنها طويلة للأمانة، لكن كان ناخذ منها أكيد مطلعها يعني. كان مطلعها يقول يسموني مريض أورام وأنا ماني مريض أورام، أنا لي بسمة مفقودة ورح ترجع مع الأيام. الله طبعا فيها لان القصيده طويله جدا، لكن يعني انت لا شوف انت اللي سويته فينا الحين هذا مو بحلو صراحه. عطيتني مقطع وبعدين عطنا شوي يعني خلك كريم. انا بقول لك قصيده ثانيه ممكن. لا يعني انا اقصد اعطينا حتوعدنا في الحلقه دينا خاطره او شيء منها. انا خليني اوجهك على موضوع طيب هو قصيده مريض أورام عموما هي كانت ايجاز لتجربه تقريبا 7 سنوات تعايش مع مرضى أورام بحكم دراستي وعملي وكذا. فالعلاقة اللي رابطة بيني وبين هذه الفئة من المجتمع، أضف إلى ذلك الشيء المهم جدا اللي موجود عندنا أنه مريض الأورام يختلف عن كثير من الناس اللي موجودة. إيش لامست؟ أنه هو بيتعايش معك بشكل طبيعي بس أنت ما تدري إيش موجود جوته، غير مثلا بتشوف واحد معاق، بتشوف واحد مثلا عنده توحد، أمر داخلي ما هو واضح في الجلسة. هذه من أكثر الأشياء الصعبة فيهم. فكتابة القصيدة تقريبا هي كانت من 2-3 سنوات، يمكن أنا تأخرت في إظهارها وهذا شيء يحسب علي أنا ما يحسب على غيري. لا هو شوف التأخير ما هي مشكلة، بس أهم شيء تظهر أرض الواقع. أظهرت الحمد لله. ولا هو على حسب المثل اللي يقول أن تصل متأخرا خير من لا تصل أبدا. صحيح. تعقيبا على موضوع القصيدة أنا راح أقول القصيدة الثانية يمكن لا تقدر أن تكون اجتماعي اللي باللي يكون الممنة من غزل. إيه شكلك بعيد عن هذا الجانب. لا مو بعيد بس انه لها مناسبة كذا معينة. طيب نسمعنا القصيدة. يقول الشر خط وابليس بالنفس ينضخ ينضخ، من يتبعه لابد ما يصرخ بأخ أخ، لأن اتباعه مهما نوصفه ونحكي مصير من يمشيه قول ترى نخ. والكارثة تكبر إذا إنسان ناضج غني حياته كلها جخ في جخ، لأن كبير ما هو طفل نعاتب، لذا وجوبا شافها إبليس ينصخ. فالطفل اسمه طفل مهما يسوي، وتحذيره ضربة إيد مع قولتك كخ. وإن كان حتى هو الإبليس يفطن، ولو يسألونه تعرفه قال ذا بخ. وإحنا بعد واجب علينا نبيده، وإذا قسى نقرأ ليا حد ما يرخ، ولو نقدر أكثر نقتلب كم رصاصة من شان نلقى فايدة لكثرة الطخ. فاحذر يا ولد آدم وخلك معانا، ولا ترى بليسك بيوقعك. الله صح لسانك وربي طرب اسمع طرب انا. الله عليك يا ابو احمد ما شاء الله عليك. طب يعني الله قشعرت لي جسمي. انا ودي هذه ما فكرت طيب منها، هذه القصائد هذه ممكن تكون غنائيه لطيفه وخفيفه يعني. هي من القصائد اللي زي كذا تكون عاده قصيره عشان صح. هو مو مسألة قصيرة بس القافية حقتها عادة ما هي محبذة في الغناء بس والله جيدة ما شاء الله. طب أنا بسألك، شاركت في مسيرات شعرية محمد قبل كذا من يعني في فترات سابقة، بس قد إيش تضيف لك هذه الأمسيات؟ يعني الناس تشوف إن هي أمر بسيط جدا وما تضيف، لكن أبغى أعرف شخصك أنت كشاعر وكاتب. هو الأمسيات طبعا كان لي حضور فيها تقريبا في آخر 4 سنوات بشكل متواصل، ما بين ملتقيات ما بين أمسيات رسمية. طبعا فصيح ونبطي فهينا من الأشياء. وبرضه أقول لك الشخص ما يكون مخير في الموضوع يعني. فكان طبعا بحكم أنه تواجدي في المنبر الثقافي من جهة والمنبر الشعر النبطي من جهة، فبيكون في الشخص تواجد. أهميتها طبعا أكيد أنها مهمة، لأنه مهما أنت بتكتب أيوة في وقت من الأوقات تحتاج أنت تظهر الشخص الشيء اللي بتقدمه. جميل. الأمسيات الشعرية عادة هي تكون منبر لهذا الشيء، بس أنت بتقدمها من خلال كتب. أنا أبغى أعرف إيش الشعور اللي أنت بتحس فيه في وقت الأمسيات. أيا كان الكتاب هو توثيق للتجربة اللي أنت قمت فيها. نرجع لشيء مهم هو الشعر. الشعر ترى لذة سماعية. أوكي لذة، له لذة في القراءة ولكن برضو يحرك الأحاسيس. بس برضو لما بتسمع يعني تحتاج الجلسة الاجتماعية اللي فعلا تشوف ردود الفعل أمام الناس سماعية لما تتكلم مع دائما هذا الشيء. حتى استشهاد في الأمور وأشياء دائما الناس بتستشهد في الكلام، يا إما بتستمتع بالحديث أو بالشعر. الشعر لازم يكون حاضر. طبيعي هذا ما فيه نقاش، خاصة في الوضع الخليجي أو العربي تحديدا يعني بصفة عامة. هذا هو طبعا على اختلاف ذائقة الناس. أنت لما تجلس مع ناس، في ناس بتستلطف الشعر النبطي، في ناس بتستلطف الشعر الفصيح،
عاد يختلف انت لكل مقام مقال. صحيح. صعب صحيح. انه مثلا انت تيجي تقدم مثلا شعر فصحى عند ناس مثلا شعبيين او انه ما بيستلطفون من الصعب. النبطي كذلك نفس الشيء. طب بما انك انت تكلمت عن الانواع اللي موجوده في القصائد او الشعر، احنا عارفين ان الشعر نوعا ما يكون متنفس للكاتب ان يطلع اشياء معينه يكون مر فيها او مواقف تكون اجتماعيه صحيح. او عالميه او موقف شخصي ممكن يكون مر فيه. صحيح. فمحمد وين يتجه؟ يعني يروح للشعر، يلجا للشعر والكتابه الاجتماعيه او يلجا للعاطفه او على حسب الحد؟ انا ارد عليك باربع ابيات فصحى. كانت اختصار. قل ما عدت ألقى حيرتي بمسائي، صار الجنون سعادتي ودوائي، صار الجنون رفيق دربي في الهوى، نمشي سويا دون ما استحيائي، نمشي وفي عقلي مجرد غاية فيها الوصول لغايتي بدهائي، أعطي من الأدب الجميل قطافه، علي بما أعطي أنال جزائي. الله عليك، يعطيك العافية، وإن شاء الله تنال جزاء. هي اختصار الأشياء كثيرة، لكن طبعا الأغراض اللي بيتكلم عنها القصيدة ترى موضوع، احنا نعتبر طبعا كل شيء فيها ترى بيجي ولحظته. يعني احنا محمد كان ودنا نسمع منك ابيات اكثر، بس انت عشان بخلان علينا من بدايه الحلقه فقره، لكن هذه الابيات حنعتبرها ختاميه لك. لا انا اقول لك شغله، احنا بعد البرنامج ان شاء الله ممكن نلون لسه هذه، بس ما انا بنقول على هو. الله يعطيك العافيه. معنا الشاعر والكاتب محمد البكري، ان شاء الله نشوفك دائما في تعلق من خلال الكتابات والشعر اللي تفيد كل طبقات وكل المجتمعات العربيه، وكل التوفيق لك. صراحة استأنسنا بهالجلسة الشعرية اللطيفة الخفيفة، وإن شاء الله الاستمرار بعد محمد. طبعا يعني مهما جلسنا في هذه الجلسات حقيقي كل جلسة ولها متعة، وكل ضيف له رونق الخاص، خصوصا إذا جينا نتكلم على شعر وكتابة. فعلا شكرا على فكرة بعد البرنامج هذه، حبيتها كثير. عموما بعد الفقرة وبعد الفاصل حيكون معكم كابتن ريما ولميا، في أخبار جدا جميلة واليوم فيها وطنية شوية، وحتى حتساعدنا كثير أنه إحنا نرجع نستجمع قوانا من جديد. بعد الفاصل حرجع لكم أريح وأرجع في نهاية الحلقة. وصلنا معكم في برنامج ساعة شباب لفقرة الأخبار المنوعة اللي نجيب لكم إياها من كل جميع أنحاء، مدري من كل جميع هذه من وين جت، بس ما هي مشكلة، عادي يعني. المهم الزبدة احنا نجيبها من كل مكان، يعني سواء كانت مفيدة سواء كانت غريبة سواء كانت مضحكة، المهم بتسمعون كل جديد في فقرة الأخبار المنوعة المحلية والخليجية والعربية والعالمية. معايا أنا كابتن ريما ولولو غالب. يا هلا. عموما نبدأ معك بخبرنا الأول، وخبرنا الأول تحقيق أمنية المنشد والطفل وسام الحربي، هو أحد أبناء رجال الأمن اللي كان يتمنى أن في يوم من الأيام يلاقي صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، اللي طبعا ولي العهد ونائب مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وبالفعل صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن نايف ما قصر ولبى هذه الأمنية للطفل والمنشد وسام الحربي، ولقاه، ويوم لقاه هذا الطفل لقاه بالزي العسكري وقال له قصيدة تهم الوطن. وطبعا خلونا نسمع جزء الحين من هذه القصيدة ونرجع لكم من جديد. ألو زين، أخبار زين أحسن. سلام يا درع الوطن، يا لمن السيف الشطير، سلام يا محمد وفيك زين نظم جزالة، سلام تسليمة ولا وخلاص من قلب وضمير، سلام يا فخر البلاد اللي يظل ظلالها، حفيد من وحد ثراها يوم كانت تستجير من بعد ما كانت بوضع وحالة يرثالها، قاتل ومقتول وجهل، لا حق لا نور ينير، لا دين لا ملة، وكل بندقه يشتالها، يا سيدي انتم على الوقفات لا صاح النذير، الله خلقكم للحمول خفافها وثقالها، يا نصرة المظلوم يا الملجأ مجيرا مستجيرا، انت من الرجال اللي ضاقت فينا نلجالها، الراس يقدح بالظفر والعين هيبة لن نضيف، كلمتك حكمة لانها من طيب راس قالها، بشتك ذرة لابن الشهيد وللصغير وللكبير، عقلك حماية للبلاد من الفتن وهوالها، مدك وجودك يا. وهذا كان طبعا جزء من القصيدة اللي ألقاها
المنشد وسام الحربي لصاحب السمو الملكي اللي نبى نداء وأمنيته الأمير محمد بن نايف. القصيدة طبعا كانت قصيدة وطنية أشاد فيها ومن خلالها عن كل الإنجازات القوية والجبارة والرائعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف في التصدي للإرهاب والتصدي لكل من يحاول المساس بالدين أو الوطن. وهذا الشيء طبعا من ابتداه اللي نقدر نقول عليها طبعا أو البداية كانت من ملكنا ملك الحزم وسلمان الحزم وولي العهد وولي العهد والمواطنين دائما يد واحدة متصدين لكل من أراد الوصول أو الإرهاب أو أذية الدين أو الوطن. دائما نكون لكم بالمرصاد. يستاهل تحية الصراحة أكيد والله. نقول صح لسانك بعد حقيقي. وعموما مشاهدينا ننتقل لخبرنا الثاني, وخبرنا الثاني عن بطل الرالي أكيد يزيد الراجحي وتصدره وحصوله على المركز الأول في رالي حايل. طبعا يزيد قام بمبادرة جدا جميلة وهو أنه تبرع بقيمة الجائزة اللي حصل عليها من المركز الأول للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حايل. وطبعا كان الراجحي قد تصدر جميع مراحل السباق الأربع بطول 1400 كيلو متر, وطبعا حقق على ضوئها العلامة الكاملة اللي يضيف اللقب الخامس له في تاريخ مشاركاته في رالي حايل كبطل لي. وطبعا الجدير بالذكر واللي ذكره أكيد دا يزيد الراجحي أنه تبرع لدعم الجهاز الدعوي في حائل ولم يكن الأول, فقد أعلن عام 2015 تبرعه بجائزة المركز الأول للمكتب التعاوني للأوقاف وتوعية الجاليات بشمال حائل. طبعا معبرا ذلك ردا للجميل لأهل حائل لما قدموا له من تحية وحسن استضافة لي. وأكيد دا نهني البطل يزيد الراجحي. وبما أنك قاعد تقولين حائل نقول لك يا بعد حي والحال العقال مايل. عموما نروح لي بعد خبرنا, خبر صراحة ما أدري أقول عنه هو يضحك ولا هو غريب ولا هو, خلونا بنشوف إحنا فيديو بعد شوي إن شاء الله على هالخبر. بس خلوني أقول لكم الخبر الحين. إحنا كلنا نعرف عن سالفة الكورة واللي قاعد يصير في داخل المباراة وما قبل المباراة وما بعد المباراة, لكن إنه يظهر حدث غريب عجيب طريف من حكم, الحكم أقصى ما يمكن إذا شفناه يعصب وقت المباراة أو زعل على أحد اللاعبين أو احتجاج لاعب أو احتجاج مدرب, تلاقي أبسط حاجة يسويها أو أكثر حاجة أو أقصى حاجة إنه يطلع كرت أصفر تمهيد, بعدين كرت أحمر, بعدين ممكن إن زادت ممكن إنه هو مثلا يعطيك وجه العصبية ويعني ويزعل شوي, لكن ما تتعدى ردود أفعال الحكام هذا التعدي. لكن حكمنا اليوم في ألمانيا ومباراة ألمانية كان غير, نشوف ونرجع. هذا يعني الحين اللاعبين هنا محتجين على خطأ حسب الحكم أثناء المباراة للفريق المنافس فزعلوا اللاعبين. ما يمزح الحكم 1 2 3 هذه هي. هذا ما يصدر عليه حكم, لا هذا أكيد أنه يكون في عقوبة طبعا تكون من لجان المفروض بعد مدرهم عندهم لجانهم زي لجان عبد الرحيم ولا لجان ألمانيا تختلف عن لجان عموما أكيد يعني طبعا أكيد. عندهم مخالفات تكون إن صار هذا الموضوع مش للدرجة دي يا حكم, عندك كرت أحمر خلص الليلة انتهى الموضوع يعني. من زين أمام مشاهدي, خلينا ننتقل لخبرنا الأخير اللي معانا اليوم, فقرة الأخبار والمنوعات. هو مبادرة جميلة من فنان سعودي شاب, طبعا هذا الفنان عبد الوهاب بن مهدي اللي كثير من الزوار للمعرض الدولي للكتاب لامسوا التغيير والتجديد في المختلف هذا العام إلى جانب معرضي طبعا ريشة الحزم وعدسة الحزم للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي. طبعا قدر الفنان عبد الوهاب بن مهدي انه يبهر جميع الزوار بايش عبر نحتي للخشب امام جميع الزوار اللي كانوا موجودين في المعرض. طبعا قدم ابن مهدي عده اعمال فنيه كان ابرزها منحوته تحمل صوره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وكمان حملت توقيعات عدد من الشخصيات السعوديه المعروفه منهم امراء ووزراء وكوزير الاسكان ووزير التعليم ووزير الصحه ووزير الاعلام والرئيس العام لرعايه الشباب, مشيرا إلى أن المنحوت اللي أسماها سلمان الحزم هي عرفان وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وهذه المبادرة اللي جدا جميلة وأبهرت الجميع من الزوار اللي كانوا موجودين في المعرض الدولي للكتاب المقام في الرياض. وكذا انتهت أخبارنا المنوعة, لكن برنامج ساعة شباب ما زال فيه الكثير في الفقرة الأخيرة. لا تروحون بعيد, بنلاقيكم بعد شوي مع اعتراض ولمية.
يا مرحبا، يا هلا وسهلا من جديد في ساعة شباب. آخر فقرات حلقة اليوم راح نتحدث عن أمر يخص عالم السيارات، واللي يحبوا السيارات استعدوا كده ويجلسوا عند جلستكم، عشان عندنا عن انطلاقة جيدة مع ضيوفنا اللي راح نستمتع بعملهم اللي راح يفيدونا فيه الآن. أكيد ضيوفنا اليوم عندهم حب وشغف كبير بالسيارات وعالمها أكيد، وتمكنوا من ممارسة مواهبهم بشكل جميل جدا وظاهر أيضا للعالم وللمجتمع. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا اليوم عزام وعامر الروضانية. هلا فيكم ساعة شباب. ما شاء الله توأم، ما شاء الله توأم، يعني متشابه. نعم، في بعض الناس يخطون فينا يعني بعض الأوقات. طيب خليني أبدأ معك يا عزام، نبي نعرف إيش اللي خلاكم تحبوا السيارات وعالمها وتتعاملوا معها أيضا بشكل كبير. هي أول شيء إحنا عملنا إحنا مع الوالد المدة طويلة معه، مع الممارسة مع التكاك بالعمل صار عندي شغف حب لل السيارات وخاصة الفحص وبرشة السيارات. هي كان هدفنا انا واخوي عامر انه نحب الشغله هذه، فوالد شاف لنا الرغبه. من متى؟ من يعني من من زمان. انت صغار؟ اي نعم. ما شاء الله، يعني قبل 5 سنين تقريبا. شاف الوالد لنا رغبه للشيء هذا، الفحص وبرمجه السيارات. حلو حلو. فشاف الوالد انه ليش احنا ما نوظفها؟ نوظفها. اي يعني. فقال الوالد خلاص ان شاء الله، انه قال انه اعطيكم دورات على الفحص وبرمجه السيارات. حلو، وبديتوا منها من وانتم صغار وكملتوا فيها. جميل جدا. فوق ذلك اخوي الكبير اللي سبقنا بالمجال هذا اعطانا المعلومات عن الفحص وبرمجه السيارات. حلو، يعني سبقكم بفتره طويله ولا قريب؟ ليش؟ عشان يكون عندنا ثقه وقت ما والله نفحص، وقت ما نبرمج تكون عندنا معلومات عشان ما نخطئ. لان انت ايش المشكله؟ الفحص برمجة السيارات اي خطا واحد يسبب كارثه بالسياره. حتى السياره اخذت خلفيه كويسه. اي نعم، خاصه تكون عن طريق الاونلاين. البرمجه تكون عن طريق الاونلاين، هذه يكون فيه يكون الكمبيوتر يعني يحترق الكمبيوتر معك. حلو. طبعا عامر انا ابغى اسالك، يعني ما شاء الله اكتسبتوا خبره جيده جدا في السيارات، وغير كذا عندكم موهبه من صغركم. هذه حلوه انه عندكم موهبه واكتسبتوا خبره لفحص السيارات بشكل عام. الفكره بس ابغى اعرف من فين اكتسبتوا خبرتكم غير من اخوكم يعطيه العافيه، وكيف اكتسبتوها؟ يعني فين رحتوا؟ عن طريق الدورات والاطلاع والممارسه. فين؟ الدورات داخل المملكه، اخذت الدوره هنا بالتعديل تعديل السيارات، ويمكن تقريبا 4 دورات خارج المملكه عند اللي هي برمجه الايرباك. برمجه الايرباك ايوه، واستخراج كود مسجل. مسجل هذه يكون قليل من اللي يشتغل فيها، يعني مو اي احد يكون، مو احد يشتغل، يعني قليل يشتغل فيها. يعني احنا متخصصين الان في حاجه قليله في السوق. ولا ايه؟ ولا المفاتيح ولا والكهرباء. هذه كلها مو كلها كثيره، المفروض الواحد يتخصص في شيء واحد، ولا عادي الواحد لا. انه يعرف كل شيء؟ عادي. عشان ايش عندك؟ تحصر الاشياء عندك. عشان اذا جاك العميل مو قاعد يعني يكون الشيء عندك ناقص. اي يعني كل ملم بكل عندك مركز متكامل. حلو، جميل. ما يكون يعني ناقص اذا خلينا هنا ممكن يكون عميلك. أيه. طب عزام خليني ارجع لك، يعني لازم نذكر انه انتم لسه صغار في هذا المجال، ابعرف كيف بتحاولوا انكم تنموا قدراتكم وموهبتكم في مساله اصلاح السيارات عشان تكون عندكم معرفه اكثر بهذه الامور؟ اول شيء الاطلاع بكل ما جديد بعالم الفحص وبرمجه السيارات، وثاني شيء الممارسه، وثاني شيء التطبيق. ليش؟ عن لابد اذا انت اي احد اخذ معلومه لابد يطبقها. يطبقها كيف يطبقها؟ يطبقها يعني يعني يجيب الشيء والله شيء خربان نهائيا خربان. انت اول شيء ودك كيف تحيي الشيء هذا، او على الاقل انك انت تكون عندك انت فكره عن كيف الخلل، اي خلل وكيف تصلحه. بس ليش؟ ان اغلب المشاكل في السيارات كثيره، وانت كيف تفرز بين المشكله هذه على المشكله هذه؟ عن طريق ايش؟ عندك انت الاشياء اللي اخذتها سبق وطبقتها مع ممارسه اللي هي مع المركز، يعني مع العمل. حلو، وانتم عندكم مركز اعتقد، وهذا يساعدكم اكثر، مركز خاص كثير بتصليح كثير الاشياء وبيساعدكم. يعني اخذ ستوكات، يعني اشتري كمبيوترات وخلي عندي ستوكات واتعلم عليها.
حلو. ابغى اعرف خصوصا كمان ترى سوري اذا قطعتك انه دحين احنا في عصر تكنولوجيا وكل مره بتنزل خاصيه جديده في سياره جديده بتتغير الخاصيات، فلازم انتم تكونوا مطلعين بكل ما هو جديد. طبيعي اول باول من ليش انه عالم السيارات كل سنه يكون فيه شيء جديد صح، يعني هي زي ما تقول انه شيء يعني متجدد، فلازم انت تواكب الشيء هذا وتواكب العصر. نعم لازم اول باول طبيعي لازم ولازم خاصه العمل اللي هو الفعل البرمجه يعني هو البرمجه لانه ايوه تكنولوجيا إيه وكل مره طبيعي لازم إيه يكون عندك كل سنه استمراريه إيه وكل سنه له إيه نوعيه من برمجه معينه، فلازم انت كل سنه او كل فتره ترجع نفسك او تقوي نفسك بمعلومات جديده. طب وعرفنا كمان عن مره انه وقف واحد سيارته خربانه عند المركز قدامكم وطلب منكم انه يصلحها، فيا ريت تحكون عن هذا الموضوع. اي نعم كان الرجال هذا كان مدرسنا بمرحله الابتدائيه. طيب هو كان السيارة خربانه وسبحان الله هو وقفت يعني قدام المحل. هو الرجال استغرب انه كان عادي اي مركز اي محل يصلح السيارة. فتفاجأ انه الطلاب اللي كانوا اول في اول ابتدائي لا يا شيخ ثم صار يعني قدامه يفحصون ويبرمجون يا الله فوق هذا صدفه غريبه اصلا يعني. جدا غريبه حتى انصدمت انا يعني شفت انصدمت صراحه لان كان انا شاف يعني انصدم منه يعني كيف وصلت لهذه المرحله وانت صغير هو من الحماس اعطى يعني اعلان بسيط او تصوير عشان يدعمكم او يحث الشباب عشان يحث الشباب على العمل. حلو لا هي فكره حلوه سبحان الله صدفه جيده ويعني حلوه كان فخور فيكم زي ما ذكرت وخصوصا قدام المركز حقكم يعني ما حد كان يتخيل انه انا اقابل طلاب انا درستهم او شيء. طيب انا بسالك عامر الموازنه بين العمل والدراسه جدا مهم وانتم الان في الصف الثالث الثانوي واخر سنه يعني ما هي مرحله بسيطه مرحله صعبه قد ايش تقدروا توزنوا هذا السؤال دائما اساله لكل ضيوف اللي يكونوا مثلا في المدرسه او في الجامعه وبيشتغلوا ما شاء الله تبارك الله عندك التاسيس والتنظيم وحب العمل والدراسه ولا يجي المستحيل فيها يعني ما في صعب اذا كنت انت تحب عملك وتخلصه وتحب دراستك هذا يكون في عندك يعني مش اقول لك سيستم معين تخلي تمشي على جدول اي جدول معين عفوا يكون عندك جدول سيستم بنظام السيارات يعني كلمني سيستم معين جدول معين مره جدول يكون فيه مرتب فيه كل شيء ومنظم وقتك في النهايه صحيح واكيد احنا بنساعدكم في هذا الشيء نعم هو شوف اي شخص مرتب نفسه اصلا يعني اوتوماتيك راح يرتب الشيء مع ثاني كيف احيانا بالدراسه احيانا بايام اسابيع وقت ما تكون في يعني والله اختبارات او شيء يكون في ترتيب معي بين انا وعامر بحيث يكون نظام زي ما تقول الشفتات يعني اول بيت العمل عامر يروح لما المركز عشان يمشي العمل بعدين يجلس حوالي تقريبا الى المغرب او العشاء ثم انا اجي بداله انا امشي العمل في تناوب اي تناوب لازم عشان العمل يعني ليش ان العمل يعني واقف علينا انا وعامل اساسا انه كل العمل كل الشغله وانت عارف شنو هذا ان كل هذا متعلق بفحص برمجه السيارات هذا شيء جميل ايوه احنا حابين العمل ما يوقف ماشي انه يمشي ما شاء الله حقيقي انتم يعني عامر وعزام يعني من الشباب اللي فعلا الواحد يفتخر فيهم لانه قدرتوا توازنوا بين العمل والدراسه برضه رمية ما شاء الله من الناس اللي اشتغلت ودرست قبل كده وكمان قدروا انهم يوفوا وقت ويخلوا وقت ليهم بين عملهم ودراستهم ودخل كمان مادي بيعود عليهم بالمادي يعني نقدر نقول الجيد جدا والممتاز كمان بيكون دخل مادي انت فخر وقدوه لكل الشباب السعوديين اللي حابين انهم يقدموا عمل جميل يخدموا فيه المجتمع وفي النهايه نقدر نقول ان الشغل مو عيب صح؟ لا ابدا مو عيب هذا كان عندك رغبه صحيح الرغبه بالعمل الشغل ما في شيء عيب اكيد حلو والتلاحم اللي ما بينكم عزام اكيد وعامر الروضان شرفتونا اليوم في استوديو ساعه شباب ونشكر جيتكم من القصيم الى جده عشان واكيد نشكر والدكم الداعم المستمر اول داعم لنا اول داعم
جميل، نوجه له تحيه. حقيقي سعيدين بوجودكم وفخورين جدا بوجودكم شباب مثلكم، وحقيقي دائما نشكر الاباء والامهات اللي بيدعموا ابنائهم، بيدعموا ابنائهم بكل امر بسيط، حتى لو بكلمه بس بسيطه، حقيقي بتفرق مع الابناء الكلمه البسيطه. ونتمنى دائما نشوف غير عزام وعامر الرضان يعني امثال كثير من الشباب، وما شاء الله امثال ما تخلص. ان شاء الله ساعه شباب دائما بنكون معاكم بكل جديد، وكل شباب عندهم موهبة وعندهم فعلا حرفية عالية واحترافية أيضا في تنظيم الوقت في هذا الوقت. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تتواصلوا معنا على إيميل البرنامج وهاشتاغ ساعة شباب على تويتر، مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم. كذا أقول لكم في أمان الله، معكم أنا لمياء غالب وأكيد زميلي. أنا كنت معكم طلعت سنة، أقول لكم في أمان الله، بكرة نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.